فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعرب عن ترحيب الأزهر الشريف بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة وبعد. فيسر الأزهر الشريف أن يرحب بالمبادرة الكريمة التي أطلقت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة، وتيسيرها للمواطنين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وذلك لاستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصيلة التي تليق بتاريخ هذا الشعب ودينه وحضارته. كما يسر الأزهر الشريف أن يعلن عن مشاركته في هذه المبادرة المهمة من خلال قطاعاته المختلفة وإداراته المنتشرة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من واجبه الديني والمجتمعي ودوره الوطني في النهوض بالإطار الأخلاقي للمجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض فيها أبناؤنا وشبابنا لغزو ثقافي مسموم وغير مسبوق يستهدف القضاء على هويتهم ويستهدف انحرافهم عن منابع قوتهم وفصلهم بالكلية عن ماضيهم وتاريخهم وحضاراتهم. وحسنا فعل سيادة الرئيس حين ربط هذه المبادرة باستراتيجية تعليم وثقافة وطنية تستهدف تعزيز الهوية وإيقاظ الحس الوطني وتعميق الاعتزاز بالوطن والدين واللغة، ومن خلال مناهج تعليمية ومحتوى ثقافي وإعلامي قادر على مخاطبة الشباب بلغة تناسب تطلعاتهم ونظرتهم إلى المستقبل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه المبادرة أهدافها، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح البلاد والعباد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.